ثاني كانت فرصة كما تعرف جميع السياسات العلومية فرصة بشكل مختلفة ومتعددة وخصوصا أن الحكومة تشكل هذا الفريق أمام خلاصة أنا اتطلقت في الجانب إلى التعليم العالي والتعليمي وشنو هما التدابير المتخذة وشنو هما التصور الاستراتيجي وشنو تبع عن طرف الوزارة الوصية ومن خلالها المؤسسات والجامعات التابعة لها لإنجاح هذه التصورات وللانخراط في التصور الملكي الكبير. مجموعة التدابير اللي هي كتجعل بأن الطالب يكون عنده إمكانية أكثر لولوج سوق الشغل وتجعل بأن الجامعة أيضا بأن تقل حلول وإجابات الإشكاليات الكبرى اللي سواء على صعيد الوطني على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي او البيئي او غيره من المشاكل. وبالتالي هذا كانت واحد المناسبه باننا نناقشوا مع الاخوان ديالنا في الجامعه اللي تابعه للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. هذه النقابه القويه، النقابه اللي العمل ديالها جعلها بانها يكون عندها فريق من حيث المستشارين، وبالتالي تتبين بانه عندها اقبال من طرف نظرا للتاريخ ديالها، الصالح لانها انشئت سنه 1962 ومن ذاك الوقت هي تتناضل وحتى طريقه نظام مقاربه وطنيه مواطنه تجعل بانه المغاربه بالذكاء ديالهم تنحطوا في هذه النقابه بشكل قوي جدا. وانا كان عندي الشرف بانني نقيم مداخلات في الاطار هذا الصالح. بينما التكامل عيب 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 وعيب. السياسات الموجهه للشباب تغيرات كثيرة على المستوى المعرفة، على المستوى الثقافة، على المستوى الاجتماعي، وهذا يتطلب منا جميعا أن نحقق السياسات التربوية التحليلية تغير الشباب لهذا المجتمع الجديد بطبيعة الحال في إطار العولمة. وهذا شيء أشكر الذين قائمين على هذا النشاط نظرا لأهميته ونظرا لما قاموا به وهو تنظيم جيد على المستوى. أشكركم جميعا عليه وأشكركم على الاستضافة وأهنئ الشباب على التزامه وعلى كذلك استماتته في المتابعة لهذا النشاط الكبير، وشكرا جزيلا.